وصلت من يوم 28 جمعة الغضب، وعملت عملية في دماغي وما خدتش مستحقات ولا خدت أي حاجة. مصاب من 29/1/2011 من ضمن اللجان الشعبية اللي كانت معمولة في حلوان، والإصابة بتاعتي مضروب بطلقتين واخدهم في رجل اليسرى في الركبة، ومركب شريحة وسبع مسامير. وطبعا لغايه دلوقتي انا كل المطلوب ان انا اشوف علاج، مفيش علاج، محدش عارف. المستشفيات اللي بروحها كلها مفيش علاج اللي هو يفيد ان انا عندي تيبس شديد جدا لدرجه ان مفيش رجلي ما تتحركش. مصاب 28 يناير جمعه الغضب ميدان التحرير، عملت محضر طب الشرع ورق كله قدمته هنا في الصندوق، لغايه دلوقتي ما حصلتش على اي شيء. معايا تقرير طب الشارع وتقرير النيابه والمحاضر. مصاب بخرطوش انا في العين هنا حياتك، في العين الشمال، وكذا خرطوش في الوش حياتك، ومصاب في ركبتي ومصاب في صدري. هنا حاليا في الصندوق قدمين ورق في الصندوق اكتر من مره، وما قدموا اصول الورق، لغايه دلوقتي ما حصلناش على اي حاجه. في معانا في ناس الاسبوعين اللي قبل ما يقفل الصندوق ثلاثه اسابيع راحوا للكوميسيون، حولوهم كوميسيون وخدوا حقوقهم. في مصابين 28 محمد محمود ومجلس الوزراء خدوا حصل على 50,000 جنيه بالنسبه للمصابين. في ناس وصلت لغايه 50,000 جنيه، واحنا لغايه دلوقتي ولا خدنا حاجه ولا وظايف ولا اي شيء لغايه دلوقتي. كان نازل رايح الشغل الصبح، فانصاب يوم 28 يناير، اتضرب هنا في وشه، في نازل من اول المخ لغايه العين في اليسرى. فطبعا انا جيت عشان اطلب حقوق لاي يقلبني، ما حدش اداني اي حاجه لغايه دلوقتي. وقدمت هنا في الصندوق، كل شويه يقفلوا الصندوق ويقولوا لنا بكره بعته، بكره بعته، بنفس المناظر. ولغايه دلوقتي لسه ما فيش اي احتكارات من الدوله، اديتهم وعد وما فيش تنفيذ. كذا متعبونا من هنا لهنا لهنا لهنا، والاخر برضو ايه يعني، لغايه دلوقتي التعب ده مش عارفين اخرته ايه يعني بالظبط كده. ولا اشغال الولد، الولد مصاب وعطلوه، هو كبير العيله وكان بيصرف على عيله وكل حاجه، اصبح الولد مصاب ما بيشتغلش. من مصابين جمعه الغضب، ومن ساعه الوقت دوت لغايه دلوقتي ما جميع المستحقات ما تمش صرفها، وبنروح جهات اللي بيقولوا هيشغلوكوا فيها، بنروح بنتوجه لمكتب المحافظه على اساس ان في شغل، بنروح نقدم طلبات مره واثنين وعشرة، بالرغم ان الورق بتاعنا اساسا موجود هناك، موجود من زمن، وفي نفس الوقت ما بيقوموش بعمل اي شيء جديد. ما خدتش لا كارنيه، ما بعتوليش كوظيفه، ومن ساعتها وانا قاعد من الشغل ومفيش اي دخل ليا، بالاضافه ان احنا اساسا كان دخل الرئيسي كمحاماه، دلوقتي انا ما اقدرش على جهد المحاماه دي. الناحيه الثانيه، 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 الناحي